الشيء الأهم اللي لازم نأكد عليه في هذا اليوم أن بدينا بالملفات العمومية قبل السكن. الوجه تاعنا أننا نستلم أحياء، كفانا من استلام سكنات فقط للنوم. اليوم رشتو أكدنا، زدنا أكدنا على المرافق العمومية، وأولها اللي تدخل في مجال الدراسة. هنا راه فيه مدارس، فيه ثانويات، فيه متوسطات. أكدنا كذلك إن شاء الله يكون فيه ملعب جواري للشباب، وسيكون كذلك كل الخدمات بما فيها سول الغاز والماء والبي تي تي إن شاء الله يكونوا في الحي. الهدف تاعنا هو تسليم أحياء إن شاء الله. في البداية راه فيه رفض التجميد على عدة مشاريع تنموية، الباقي تشاور مع كذلك ميزانية الولاية. أنا متفائل أنه هذا الحي إذا حاضر المواطنين إن شاء الله، معكم أنتم كصحفيين شوفوا الصور تاع المساحة الخضراء والأشجار اللي لازم نحافظوا عليها. هذه الرسالة، لأن الوزير ما يسكنش في الحي ولا الوادي، المواطنين هنا الجمعيات من خلالهم لازم تكون فيه نهضة كذلك بالنسبة لتسيير هذه الأحياء. تقدرش الدولة وحدها، نتمنى ان تكون فيه جمعيه بالنسبه لهذا الحي، حتى السلطات المحليه تتكلم مع جمعيه، ما تقدرش تتكلم مع كل المواطنين للحفاظ على هذه المساحات.